نشرف اليوم بتكريم كوكبة من الشركات المساهمة في بطاقة حماية الوطن، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الشركات التي تنضم إلى بطاقة حماية الوطن. طبعاً بطاقة حماية الوطن هي بطاقة خدمية مجانية تصرف لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، سواء كانوا في الخدمة لا زالوا في الخدمة أو كانوا من المتقاعدين. اللي يميز بطاقة حماية الوطن أنها بطاقة خدمية مجانية، بالإضافة إلى أن مميزاتها تمتد في جميع إمارات الدولة. بطاقة حماية الوطن منذ انطلاقتها في 2015 ولغاية اليوم تضم عدد أكثر من 700 شركة عالمية ووطنية، تحتل الشركات الوطنية نصيب الأسد من الشركاء المميزين فيها، تبلغ نسبتهم أكثر من 90%. يقدم فيها شركاء في بطاقة حماية الوطن العديد من الخدمات والعروض والامتيازات بالنسبة لحاملي البطاقة. كثير فخورة أنه اندعيت لهالتكريم، اللي هو بفتخر فيه أنه قدرت ساهم بشيء بسيط أن يكون مع هيدا الناس اللي كتير ترفع الراس، اللي هن حماة الوطن، اللي هن بيساندوا الوافد والمواطن والوافد قبل المواطن. وبقول كلمة من خلالكم لشيوخ الإمارات، الله يعزكم ويعطيكم الصحة والعافية. وأنا كلبنانية كتير بفتخر أنا موجودة على أرض هيدي الدولة اللي عطتني الأمان، عطتني راحة البال، أنا كمستثمرة مرتاحة فيها، وما فيها تميز، ما فيها عنصرية، ما فيها أي شيء. بتعطينا ثقة بحالنا، بتعطي ثقة بالإنسان بشخصيته وبكيانه اللي يقدر يبدع. ويعطيهم ألف ألف عافية يا رب. بندعم بطاقة حماة الوطن، وتشرفت بحضور حفل تكريم الشركات المساهمة في دعم هذه الفئة. نحن فخورين وسعداء بمشاركتنا لمنتسبي بطاقات حماة الوطن. طبعا احنا سعداء وبنتشرف ان احنا نتكرم هنا ونكون جزء من شركاء برنامج حماة الوطن لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة. يسعدنا جدا ان احنا نكون موجودين هنا النهارده، واحنا هدفنا امن وسلامه وصحه الضيوف اللي بيجوا عندنا من كل دوله الامارات، وخصوصا من منتسبي حماه الوطن اللي بيشرفونا في الفنادق عندنا.